شكرا للأستاذ جلال على هذه الموعظة، وهنيئا هنيئا لكافل اليتيم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نمر إلى كلمة منظمة بتنسيق مع جمعية النور، جمعية البسمة، جمعية نزالة، جمعية اليد الممدودة، جمعية التعاون الأوروبي. يلقيها على مسامعكم الأستاذ والمربي عبد الله بعيس، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جمعية المجتمع المدني ترحب بالحضور الكريم وكذلك بالضيوف الذين تكبدوا عن السفر ليشاركونا في هذا الحفل، وننتظر وصولهم. كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل من قريب أو بعيد، ماديا أو معنويا. كما نشكر أعضاء هذه الجمعيات الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إنجاح هذا الحفل الذي يتضمن تكريم اليتيم والالتفات نحوه ولو من حين لآخر، وكذلك تكريم بعض الرموز التي أعطت ما بوسعها حتى تقدم أحسن. الخدمة لهذه الساكنة، وكذلك أرسلت هذه الجمعيات أن تساعد الأشخاص المقعدين وتلتفت نحوهم وكذلك دعمهم بقدر المستطاع. ونرجو من الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما هو أفضل في خدمة الصالح العام، وشكرا والسلام عليكم. هذه كانت رسالة المنظمة للجميع، شكرا أستاذي الفاضل. الآن